طب نرجع بقى تاني للكورة ونشوف موضوع قفشة كده على الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. هنسيبك انت تعلق لنا بقى على الفيديو. هو هنا ايه اللي حصل؟ ادالك تي شيرت ولا انت اللي جايب له هديه ولا ايه الموضوع هنا؟ غصب عنه خدها غصب عنه. هو هنا كنا بنحتفل بعد الثلاثيه، بعد بطوله الثلاثيه، وكان بعد القضيه ممكن طبعا. وحقيقي كنا بنحتفل انا وقفشه، وبعدين هو كان قفشه عازم كل اصحابه في الحفله دي، وكان الديك الرومي ده بعيد. فانا يعني هتحطه قدامنا الاكل، بس الديك الرومي ده كان الناحيه الثانيه، وانا عايز الديك الرومي ده يجي هنا. فقلت قفشه انا عايزين الديك الرومي ده نعمل بيه فيديو. هو قفشه ما كانش عارف ان احنا بنعمل، ودي كانت نهايه الديك الرومي. دي كانت نهايه الديك. ومن هنا عرفت اجيب الديك في الفيديو. احمد معايا سؤال بقى، بس راجل اللي ساله هاني الخولي بيقول انت متجوز ولا مش متجوز ولا ايه؟ ولا متجوز جوه المجال ولا عايز في عروسه يعني؟ واضح عايز يطمن عليك. لا الحمد لله، يعني انا متجوز وعندي اولاد الحمد لله. من جوه المجال ولا من بره كمان؟ لا من بره المجال. وعندي مصطفى وخديجه والحمد لله. عندهم قد ايه يا احمد؟ خديجه 12 سنه ما شاء الله. دي عروسه الله بيصلي عليها. انت كاب عامل ازاي في البيت؟ والله اصل انت من غير حاجه ليك هيبه، اللهم صل على النبي. فيعني الولاد دول ما ينفعش يعملوا حاجه يعكدنوا عليك. يعني هقول لك على حاجه كريم، يمكن والدتهم شديده شويه، انا صعب. يعني تيجي مثلا تقول لي في التليفون اما تيجي اعمل كذا وقفش، عشان مثلا مصطفى لعب شويه، وبعدين مصطفى واخد الحب بقوه وجريء. فمصطفى عنده 7 سنين، بس هو مصطفى جريء شويه، فتقول لي اقفش عليه. عشان طبعا بخش البيت انا سيبهم طول النهار في شغل وبتاع، بخش البيت يعني مش عارف اعمل ده طبعًا. يعني وتلاقيهم بيتنططوا عليهم، ما بقدرش اقول لهم بس ولا اي حاجه. يعني ببقى مبسوط لما بشوفهم. لا والدتهم بقى هي اللي بتاع، فتيجي تقول لي انا مش قلت لك لازم يبقى في بالانس؟ يعني لا انا ما اقدرش. طب خلاص المره الجايه اوعدك. ربنا يفرحك بيهم يا احمد. ربنا يفرحك. احلى رئيس وانسان في الدنيا حبيبي. ربنا يخليك.